حياكم الله متابعين عرب جي تي الفخمين. وصلنا جدة ولله الحمد، وهذه حتكون آخر نقطة وآخر حلقة في هذا الموسم من رحلة استكشاف. وصلنا جدة الملقبة بعروس البحر الأحمر يا عبد العزيز. أكيد أكيد، أحلى مدن في المملكة في الغربية جدة، وسميت بهذا الاسم لأنها أكبر مدينة مطلة على البحر الأحمر، وجمالها شيء مو طبيعي ما شاء الله. حتى جدة أنا أجيلها تقريبا من حوالي 10 سنوات 11 سنة، وكبت التطور الكبير اللي صار في جدة، وصار في أماكن جميلة جدا. عشان هيك ختامها مسك، وآخر تحدي في هذا البرنامج، وهذه آخر فرصة لك عشان تعادلني، لأن في الحلقات السابقة النتيجة 2-1. فحلقة اليوم لو ما فزت علي تروح علينا، راحت عليك، وانا بكون الفائز في تحديات رحلة استكشاف هذا الموسم. لا لا تمام، بما انه جدة مشهورة في الاماكن الجميلة، فتحدي اليوم هو كل واحد ياخذ سيارته ويروح حلو ويلاقي احلى مناطق ويصور لألبوم صور حلو. ممتاز. تمام ممتاز. انت بتروح وانا بروح، كل واحد يتصور، بعدين نجي نلتقي في اي مكان، بننزل الصور على حساب عرب جي تي في انستغرام. حلو، كل واحد يختار الكابشن اللي يناسبه، بس بدون ما تكون في تلميح انه سووا لي لايك وما بعرف ايش. لا لا اكيد، انه يكون اورجانيك، ونشوف اي البوم او اي صور تجيب لايكات اكثر ان شاء الله، وفي نهايه الحلقه اللي يكون جاب لايكات اكثر هو اللي يفوز. انا اعتقد تحدي منصف. منصف يعني نعتمد على جماليه اللانترك. انت معاك نسخه فولي لودد ال اي دي وكروم وحركات وجنوط حلوه، انا معي النسخه القياسيه. ايه بس معاك انت اللون الازرق، ومعاك ما شاء الله المنظر الحلو. يلا نطلع نستكشف اماكن ونتكلم مع بعض وندردش عن اللانترك وعن جدة. مشينا يلا. في كم مكان في بالي، بس شو انا عندي خطة الان، لانه ما كان في شروط للمسابقة. عندي خطة اني استعين بمتابعيني في سناب وانستغرام. متابعين الحبايب في جدة لو سمحتوا بسرعة، محتاج اماكن حلوة للتصوير، يعني اخذ صوره حلوه مع معالم حلوه في جده. في تحدي بيني وبين عبد العزيز للحلقه، وعلى فكره هذا الشيء حيطلع بالفيديو باليوتيوب. ها شوفوا، فبسرعه اكتبوا لي اماكن حلوه وقولوا لي اسمه كيف احطه على الخرائط عشان اوصل للمكان. محتاج اماكن حلوه اصور فيها. متابعين الحبايب في جده لو سمحتوا، محتاج اماكن حلوه. اهل جده فزعه يا شباب، محتاج اماكن حلوه. هذا غش ما يصير ولا ما يصير يا شباب؟ بسرعة اكتبوا لي أماكن حلوة وقولوا لي اسمه كيف أحطه. لا لا كذا ما ينفع، لازم نروح ندور على شيء حلو الحين. يغششونا. أوه يلا 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 يلا. رحلة امبارح واحد من يعني اغرب ويعني اخطر طرقات اللي بمشي عليها في حياتي. طريق مظلم، ما في حد، ما في ارسال في التليفون، طريق غريب. كان مشواره من الطائف الى جده. قال لي عزوز الطريق ساعتين ونص. صحيح اني ورطت الشباب شوي، بس والله يعني انا كنت عارف انه بما ان الحين قاعدين نصور قريب لموسم الحج، فالدخول على مكه اصلا صعب جدا ومقفل من كثير من الجهات. يعطيهم العافيه الجهات الحكوميه القائمه، يعني ترى مو جهه حكوميه واحده، تقريبا كل الجهات الحكوميه اللي موجوده في المملكه عندها استنفار كبير في اوقات الحج. 4 ساعات ونص حتى وصلنا، مو طبيعي مو طبيعي. الطريق كان في خطورة شوي، واللي أزعجنا كثير أنه كان مسكت خطنا في الليل، وهذا الشيء يعني ما ساعد كثير. يمكن ترى في النهار راح نلاقي فيه منعطفات حلوة، بس أنه عشان الليل فما أنت قادر تستمتع والتركيز عندك فل. فالمهم ما عليكم، وصلنا بالسلامة ولله الحمد، كلنا سالمين وغانمين، والحين احنا في جدة وهذا اللي يهم. في أحد متابعين أرسل لي البلد وخور جدة وشاطي لابلايا كاني وعمار سكوير، وأهم شيء نادي اليخوت. طبعا ما يحتاج، أنا يعني جاي جدة كثير، وأصلا السعودية يعني أغلب مدنها الحمد لله زرناها، فأنا عارف الأماكن الحلوة اللي فيها، وخصوصا جدة عروس البحر الأحمر. فأبى أخلص سريع سريع، بأخذ لي أحلى صور، وأكيد إن شاء الله أكيد أنا الفائز، بتشوفونها على اللايكات. اعتقد كريم بيحوس بيضيع بيحاول يدور وما حيلاقي اماكن كثيره حلوه، لانه اصلا ما يدل، فهذا الشيء راح يعطيني ادفانتج.
اوكي يا جماعه الخير، شوفوا الاماكن اللي عم ترسلوا ليها في سناب شيكت معظمها لازم تصريح لهي الاماكن تحديدا. وعلى السريع الحمد لله اول صوره ما شاء الله المكان، واصلا جده مدينه حلوه فيعني ما تعبت كثير، وهذه واحده من الاماكن اللي انا اعرفها كذا تحت جسر ما حد يعرفها. ماني انا عاشق للفورمولا 1 فنتصور باي مكان قريب من حلبة كورنيش جده ونبين الاسم. جوا الحلبة اكيد صعب ندخل جوا الحلبة يعني. اوكي المهمة الاولى خلصت، صورنا شفتوا كيف عند الجسر حركات، الصورة حلوة طلعت. خلنا نروح الان نشوف لنا مكان ثاني، بس اول شيء تعالوا نشيك اذا في مسجات وصلت عن اماكن جديدة في مدينة الملك عبد الله بالكورنيش. روح سعودي سيتي كومباوند، كومباوند اعتقد الكومباوند ممنوع نصور فيه. هلا عزوز. هلا والله، هلا كريم. ها شو بشر شو صار معك حبيبي؟ انا خلصت الحين اللوكيشن الثاني وطالع على الاخير ان شاء الله. اوكي جماعة الخير، تصورت عن نادي اليخوت، حاليا صرت مصور صورتين تقريبا. المهم يلا نروح حاليا للوجهة التالية. شوفوا هذا المتابع الكفو كمية الأماكن اللي أرسل ليها، كورنيش جدة، مرسى اليخوت، الحديقة الصخرية، نادي الفروسية، المنطقة التاريخية البلد. والله المنطقة التاريخية فكرة. الحلو في اللانتريك انه مو مزعج في المواقف في الاماكن الضيقه، مثل ما شايفين شوارع ضيقه جدا ولكن امورنا تمام، وكلتش خفيف، اهم شيء الكلتش خفيف يعني مع الزحمه اموركم تمام. جده الجميله والخضار الجميل، الشوارع الجميله، الابراج، صراحه جده واحده من المدن المهمه جدا عندنا في السعوديه. انت تتكلم على المدينه هذه اللي لها اكثر من 3000 سنه، تعتبر واحده من المدن القديمه. اكيد اللي يتابعوني من السعوديه اغلبكم جيتوا هنا في جده، احنا ايام صغار، ايام مرسى الاحلام، ايام الكورنيش، اصلا نشوف احنا جده عندنا واحده من الاماكن اللي نصيف فيها، كنا نسميها باريس. حتى الطرق الرئيسية اللي تؤدي إلى جدة، تتكلم على الخط البري اللي يربط ما بين مكة وجدة، في اليوم يعدي ما بين 40 إلى 60 ألف سيارة. فالمدينة هذه مدينة حركية، حيوية، مزدحمة، اقتصادية. والحلو أن المملكة العربية السعودية بالسنوات الأخيرة صارت تدعم رياضة السيارات بشكل أكبر، والأحلى من هذا كله حلبة كورنيش جدة اللي تعتبر أسرع حلبة شوارع للفورمولا 1 في العالم. حلبة ولا أجمل، وأنا كنت فيها بشهر 3 الماضي مارس، واحترت فيها سباق جائزة السعودية الكبرى STC في المملكة العربية السعودية، وصراحة كان تنظيم ولا أجمل من هيك، وكل العالم مدحت هذا التنظيم. عندنا أنشطة اقتصادية، عندنا تصدير، عندنا استقبال للسفن، عندنا مراسي، فتعتبر جدة أيضا بلدة أو مدينة لكثير من رواد الأعمال السعوديين اللي موجودين في السعودية واللي بدأت تجارتهم ونشاطهم من مدينة جدة، فلذلك جدة تعتبر واحدة من أهم المدن اللي موجودة في السعودية. الآن تقريبا غابت الشمس، أكثر من ساعة أخذ الموضوع، ولا طولنا شوي، تعرف جدة وزحمة لازم يعني. يلا تمام، حنبدأ. أي بوست ينزل أول، أنا ولا أنت؟ اللي تبي عادي. بما أن النتيجة 2-1 في البرنامج إلى الآن، فهذا التحدي الأخير، فرح أعطيك أفضلية أن صورتك تنزل أول. أوكي. شو رأيك؟ فتاخذ وقت أنك تجيب لايكات أكثر، لأنه ما حناخذ وقت كثير، يا دوب ربع ساعة فقط. يلا أوكي، ممتاز. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهاي الصورة عبد العزيز الأولى، الثانية، والثالثة، تمام؟ الآن سوي تاج لبيجو. طبعاً ما أنه أعطونا السيارات الجماعة فيستاهلوا تاج. محلين الصور أصلاً. تمام، وهاي تاج لعبد العزيز. كيفني معاك؟ يستاهل، يستاهل عبد، يستاهل عبد العزيز. أوكي، شو تحب نكتب كابشن؟ أكتب جدة حقنا. جدة حقنا. حقنا. اضغط شير بصبعك أنت.
اوكي نزل البوست على عرب جي تي لان دوري بسرعه. اوكي تاك 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 سريع 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 تاك تاك بسرعه ما انسى حدا. جده بين الماضي والحاضر. حاضر حلوه جميله بكل اوقاتها. شوفوا الصور كلها ما شاء الله. الكابشن طويل شكلك من امس تفكر فيه. بيجو يستاهلون بيجو وفيديو المجدوعي والمجدوعي بعد يستاهلون. يلا ها 3 2 1 شير شير شير. عبد العزيز نزلنا الصور نعطيهم ربع ساعه. واللاند تريك هم كانوا نجوم هذا الموسم من رحله استكشاف. راح خليكم الان مع شويه لقطات تتذكروا ايش صار معانا خلال الحلقات الماضيه. بعدين ارجعوا معانا. اطلع وش جو 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 يلا لاند تريك جو 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 جو. ابحب اطفى الشلال البارد واكسر وكل. نتكلم شوي عن موضوع الورد الطائفي. يعني مكان عرف بهذا الورد، ليش باقي الدول ما عرفت فيه؟ المناخ، التربه، الاهتمام. ها عزوز ما الأرض ما شاء الله ما تشوفها. ما شاء الله يا ربي. مبسوط جدا ان احنا لفينا في بلدي طبعا السعودية، زرنا أماكن جميلة ان شاء الله نعجبتكم. اللاند تريك اللي كان معاي هو النسخة الأعلى، معاي محرك بنزين 210 حصان، تتكلم على 320 نيوتن متر. في نفس الوقت في إضافات حلوة، LED، شاشة أبل كار بلاي، يعني كان عندي أشياء دلع أكثر تناسب الرحلة. وللأمانة هذا كان أكثر شيء عجبني في السيارة. خلال رحلة طويلة يا كريم احنا طلعنا من الجنوب، وعلى فكرة جنوب السعودية ترى كبيرة، احنا يعني صحيح. مرينا شوية في الجنوب تقريبا رحلتها كانت 1200 وشي كيلو بس في مدن كثيرة ومحافظات طبعا ما مريناها ما يسعفنا الوقت ان شاء الله في المستقبل. فالرحلة طويلة مثل هذه على بيكاب الواحد في البداية كان خايف ان يكون في تعب، لا سمح الله رجلك تشد عليك ظهرك بعد ما تمسك الخط. لا الحمد لله، شوف الحمد لله الامور تمام، وفعلا كانت مريحه على بيك اب. بالنسبه لبيك اب هذا كان ابرز شيء حبيته في السياره، الدلع والرفاهيه فعلا كان في مكانها للاستخدام المتعدد. احنا كان عندنا اوف رود وكان عندنا تحديات، يمكن ما هي الافضل ضد منافستها في بعض التحديات، ولكن اوفرول بالمجمل انا اشوف انها خدمتني كثير، خصوصا داخل المدن. اليوم بزحمه جده وانا جاي مروق واموري تمام. اوكي قاعد متكي. فهذه واحده من الاشياء اللي فعلا اضافت كثير للبيك اب اللاند تريك. النقطه الاخيره اللي حبيتها بعد صدمتني بسالفه الحموله وقدرتها في الاوفرود، هذه كانت فوق تصوراتي. ابو عبد الله ما شاء الله عليه ودانا مكان يخوف. احنا حقين سيارات رياضيه هذا بالنسبه لنا فيلم رعب. انا بخبركم اكثر شيء عجبني في اللاند تريك نسخه الديزل هو ما شاء الله العزم في الافرود، العزم في الحموله ما حسيت باي شيء، واستهلاك الوقود او الديزل ما شاء الله تبارك الله كان فرق واضح. نظام المساعده على طلوع ونزول التلال كان رهيب، والسياره بما انه قير عادي فما في داعي انك انت تدعس وبريك عشان السياره ما تنزل خلف الازدحامات، السياره بتمسك نفسها عند التوقف لفترات قصيره. فصراحه كان شيء جدا جميل، كنت متوقع اني اتعب اكثر كان بيك اب كاول نظره، ولكن شفته اكثر من 1200 كيلو الوضع تمام الحمد لله رب العالمين. اللي حبيته في اللاند تريك انه ملفت للنظر، كثير من الناس سالونا واستغربوا هل بيجو عادت، لانه في ناس والناس مو عارفين وفي ناس عارفه ان بيجو متميزه بفئه سيارات النقل بشكل عام، فهي شركه معروفه بسيارات التحمل والنقل والصرفيه الممتازه. فعشان هيك ليس بالغريب على بيجو ان تدخل بهذه الفئه، فئه البيك اب متوسط الحجم، والان داخله مع الوكيل المحلي في المملكه العربيه السعوديه المجدوعي للسيارات، اكثر من 210 سنوات عمر هاي الشركه يا جماعه الخير. فشكرا بيجو انكم كنتم جزء اساسي في هذا الموسم رحله الاستكشاف. شكرا بيجو على سيارتين من اروع السيارات اللي استمتعنا فيها خلال فتره طويله وحلقات جميله. شكرا لمتابعينا الغالين لاول مره يتابعون رحله استكشاف على قناه عرب جي تي الغاليه، ان شاء الله تكون استمتعتوا واستفدتوا في نفس الوقت بالمعلومات الحلوه، وايضا عجبتكم السيارات اللي صورناها.
الأسعار عم تظهر أمامكم بالنسبة للبيجو لاند تريك كأسعار في المملكة العربية السعودية عم تظهر أمامكم وحتى في بعض العملات الأخرى. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه السلسلة من رحلة استكشاف. ننتظر شوي بعدين نرجع ونشوف النتائج ونختم معاكم. إن شاء الله أنا فائز إن شاء الله. آخر دقيقة ولكن النتيجة وضحت. واضح؟ واضح. شكلها راحت علينا يا الذيب. حصل عبد العزيز الفضيلي على عدد معين من اللايكات ووصل إلى 372 لايك خلال ربع ساعة. ربع ساعة؟ ممتاز. أما كريم. كريم ديب. حصل على 547 لايك. أقل منه بكم دقيقة؟ لو سمحت. ألف مبروك. الله يبارك فيك ولكن أنت فايز. خلنا نكون صريحين في تحدي السيارات اللي عندك نسخة البنزين فازت في تحدي السرعة. دقيقة 35 ثانية. وفي تحدي الأوفرود والدبل الثقيل الديزل الجير عادي لعبت لعبتها صحيح. بالأمانة أنا أفضل الديزل. الديزل ياسي. الجير العادي. أما في تحدي رقصة أهل عسير مين فاز؟ أنا من الأول جبتها صح. نعم. على بيك يا داعي دعيتنا وبشر بنا في الضيق واسع. تك تك تك. ما شاء الله للحين حافظ. للحين أنا فتحت يوتيوب حضرته قبل ما أروح دارس أنا. عرفت كيف؟ وتحدي الانستغرام. الجمهور كان الحكم. الجمهور هو الحكم. شكرا متابعينا الفخمين. انتظرونا إن شاء الله في موسم جديد إن شاء الله من رحلة استكشاف. ما نعرف بالضبط متى ولكن أكيد حيكون إن شاء الله وما بنعرف في أي بلد حيكون. ونحو الشعار الدائم. للعالمية باسم العرب. مع عرب جيتي. السلام عليكم. What's up, guys?